أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من دورة دكتور أكسل. طبعاً في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جداً في المجالات الإدارية والفنية وحتى المحاسبية، ألا وهو موضوع محرك البحث. طبعاً محرك البحث من المواضيع المهمة في حال لو أنا مؤسسة عندي مجموعة ضخمة من الموظفين، سواء 100 أو 200 أو 1000 أو حتى ممكن يوصل العدد إلى 10,000 و 100,000. طيب لو حبيت أبحث بهذه المؤسسة، طبعا من خلال محرك البحث أقدر أبحث بالبيانات وأقدر أظهر النتائج بشكل جميل وبشكل معزول وبإمكاني أن أشاهده بسرعة. طيب طبعا هنالك طرق عديدة للبحث ومحركات البحث داخل برنامج أكسل. في هذه المحاضرة راح نشرح أسهل وأفضل هذه الطرق. طبعا شاهد مثال، عندي مجموعة من بيانات الموظفين، طبعا حبيت أبحث عن الاسم محمد. إذا أشاهد أنه محمد راح يظهر لي هنا محمد، أو حبيت أبحث مثلا عن رقم الوظيفي، مثلا رقم الوظيفي 5220 مثلا، نكتب 5220 راح يظهر لي هنا. أو مثلا حبيت أبحث عن طابعي، راح تظهر لي طابعي. أو مثلا رقم تليفون 078 مثلا 45 مثلا، وهكذا. طبعا أقدر أبحث على أي بيانات بداخل هذا الجدول، وأي يعني لو كتبت مثلا حرف ميم راح يظهر لي مثلا ميم، لو كتبت مثلا حرف هاء ما راح يظهر لي شيء، ليش؟ إن ماكو حرف هاء. مثلا كتبت حرف صاد راح يطلع لي هنا أنا صاد اللي هو معتصم ومصمم. طبعا بحث دايناميك ودقيق جدا من خلال محرك البحث. طيب خلينا نشوف كيفية عمل هذا محرك البحث. طبعا عندي بهذه الورقة بيانات، طبعا هذه البيانات مطبوعة طباعة عادية، فقط جهزناها مسبقا حتى لا يكون حجم الفيديو كبير. طيب هنا هذه الخلية اللي راح نبحث من خلالها، وطبعا راح نعطيها لون مثلا هذا اللون، وراح نعطيها مثلا إطار. جيد، الخطوة الأولى راح نستنسخ هذا الجزء كله، طبعا نسخ، ونجي مثلا هنا نضغط على لاصق. هذه هي الخطوة الأولى، طبعا نوسع الخلايا بهذا الشكل. الخطوة الثانية راح نظهر نتائج البحث هنا عن طريق وسيلة البحث اللي من خلالها هنا يتم البحث عليها. جيد، نجي إلى التسلسل ونصعد هنا بالأعلى، نغير إنجليزي، نكتب يساوي ونكتب سيرش. طبعا هذه الدالة سيرش نضغط عليها دبل كليك بالماوس، ومن ثم نجي على الاف اكس. سيرش بها ثلاث محاور، المحور الاول راح تطلب من عندي صندوق البحث، هذا طبعا صندوق البحث، وطبعا نضغط على اف 4 في حال لو كانت الحاسبة بها مفتاح فن، نضغط على فن واف 4. جيد، حتى نثبتها اثناء الهاندل تشتغل مثبتة. الخطوة الثانية راح يطلب من عندي هنا الخلية المناظرة، هنا عندي تسلسل واحد، هنا عندي تسلسل واحد، فأجي أحدد هذه التسلسل واحد. جيد، الخطوة التالية عندي هنا start num، راح أكتب بداية من واحد ومن ثم موافق. جيد، الآن لو أجيت كتبت مثلا 5 راح يعطيني error. ليش؟ لأن هو أجي بحث بالخلية رقم واحد وما لقى 5. لو اجيت كتبت مثلا 1 انتر راح يلقى موجود، كتبت 2 انتر ما راح يلقى، ليش؟ لان بحث بالخلية رقم 1 ما لقى رقم 2، وهكذا. طيب شلون اتخلص من الايرور؟ راح اجي احدد هذه الخلية واجي احدد هذا كله واضغط كليك ايمن ومن ثم قص. الان راح اجي احدد نفس الخلية واروح من صيغ منطقي واختار اف ايرور. في الخلية الأولى راح أضغط كليك أيمن، راح ألصق الجزء اللي أخذته قص وأمسح العلامة اليساوي، وفي الجزء الثاني راح أكتب 0، يعني إذا ما لقى عندي الرقم أو النتيجة راح يعطيني 0. جيد، هنا أنا عندي 0، ليش؟ لأن ماكو 2، لو كتبت 1 راح يعطيني هنا 1. جيد، طبعا راح أسوي هاندل للبقية وأنزل هاندل إلى الأسفل. ممتاز، لو أجيت كتبت مثلا محمد، طبعا غير إنجليزي، وجدت كتبت محمد، راح الاحظ انه في الخلايا اللي بيها محمد راح يعطيني مثلا عندي هنا محمد الطاني 1، وعندي هنا محمد ايضا الطاني 1، وعندي هنا محمد الطاني 1. جيد، الخطوة التالية راح نصنع النتيجة، راح نكتب هنا المجموع
وراح نجمع هذه الأرقام. طبعا نجي هنا نكتب يساوي، أو بإمكاننا نجمع من خلال الصفحة الرئيسية جمع تلقائي، اختار جمع تلقائي، وطبعا نجمع هذا السطر كله، انتر، راح يعطيني النتائج هنا. طبعا يجمع لي اياهن، في حال لو انه عندي اكثر من خليه بها رقم واحد راح يجمع لي اياهن. هنا راح نكتب النتيجه. جيد، الان نجي هنا الى النتائج. في حال لو كان عندي المجموع اكثر من واحد راح يطلع لي موجود، واذا كان عندي اقل من واحد راح يعطيني غير موجود. شلون اسوي هاي العمليه؟ من خلال الداله اف اجي احدد هاي الخليه، ومن صيغ منطقي واجي اختار اف. جيد، اذا كانت هذه الخليه اكبر من صفر، اكبر من صفر يعني تساوي واحد او اكثر من واحد، انطيني هنا موجود. واذا كانت لا اقل من صفر انطيني غير موجود. جيد، بعدها اجي الى موافق، وطبعا اسوي هاندل، راح الاحظ انه كلها غير موجود. جيد، طبعا لاحظ هنا أنا عندي خطا، ارجع على اف اكس، انا كتبت اكبر من واحد، هو المفروض اكبر من صفر، ومن ثم موافق، واجي اسوي هاندل، راح الاحظ انه هنا أنا عندي موجود، هنا أنا موجود، وهنا أنا موجود. جيد جدا. جيد، الان راح نشاهد انه الخلايا اللي بيها عمليه البحث موجوده راح يعطيني بها موجود، والخلايا اللي ما بيها عمليه البحث راح يعطيني غير موجود. طيب نجي لهنا راح نجري التنسيق الشرطي. شنو اللي راح نسوي؟ في حال لو كانت عمليه البحث موجوده باحد الصفوف راح يتظلل هذا الصف باللون معين، مثلا اللون الازرق مثلا او الاخضر. طيب شلون نسوي هاي العمليه؟ راح نجي راح نجي نحدد هذه الصفوف، وطبعا نجي الى الصفحه الرئيسيه تنسيق شرطي، ونجي الى اداره القواعد او قاعده جديده، ونجي الى بالاسفل استخدام صيغه، هذه الطريقه الجزء الاخير، نجي نقدم الى اليسار. طيب نجي نضغط هنا كليك، وهنا نقدم الى اليسار، نضغط على هذه اول خليه، وطبعا نكتب يساوي، راح نكتب دبل كوتيشن مرتين داخلهم كلمة موجود بالعربي، راح نكتبها موجود. طبعا راح نحذف علامة الدولار قبل الرقم، ونخلي علامة الدولار قبل الحرف، هذا يعني اسم العمود، وقبل اسم الصف راح نحذفها من خلال باك سبيس او ديليت، ضروري جدا حتى بالهاندل تشتغل عندي. وهنا طبعا هذه كلمة موجود لازم ضروري تكون نفس هذه كلمة موجود. جيد، راح نجي الى تنسيق، ونجي الى تعبئة، نختار مثلا اللون، مثلا هذا اللون الاصفر، نجي الى خط، ونختار مثلا غامق، ومن ثم موافق، ومن ثم موافق. اذا اجي الاحظ هنا راح اشاهد انه الخلايا اللي بيها عملية البحث موجودة. مثلا راح اجي ابحث عن، مثلا راح اجي ابحث على سيف، انت راح لاحظ موجود هنا سيف، او مثلا ابحث على مصمم، او مثلا مؤرشف. ممتاز. جيد، الان راح اجي اخفي هذه العمليات. طبعا ملاحظه، نخفيهن وليس نحذفهن، من خلال نضغط كليك ايمن اخفاء. ممتاز. اذا لاحظ هنا عمليه البحث ما تظهر لي بشكل مباشر، يعني لما اجي اكتب محمد ما تظهر لي عملية البحث، إلا أضغط على إنتر يلا تكتب لي عملية البحث. طبعاً أنا أريد عندما أكتب عملية البحث مباشرة راح يبدي محرك البحث يظهر لي النتائج بشكل دايناميك من دون الضغط على المفتاح إنتر. طيب شو نسوي هاي العملية؟ طبعاً أجي على ملف، وأجي على خيارات، وطبعاً تخصيص الشريط، أتأكد من المطور مفعل، هذا المطور ضروري إنه أنا مفعله، موافق. جيد، أجي إلى المطور، واجي الى ادراج، هذه علامة الحقيبة، واختار هنا مربع نص او تكست بوكس اذا كان انجليزي، وراح اجي ارسم مثلا تكست بوكس بهذه النتيجة. جيد، اجي الى خصائص، واجي هنا بهذه المنطقة الى لينك سيل. لينك سيل لابد ان اربطه بهذه الخلية اللي هي C3، يعني شنو اكتب هنا راح يعطيني النتيجة بهذه الخلية. طيب فاجي اكتب هنا غير انجليزي واكتب C3،
وطبعا نجي الى المحاذاة text align، مثلا ممكن نخليه center، وطبعا نخرج. جيد، الان راح اخلي هذا محرك البحث يكون مثلا بهذه المنطقة، طبعا ممكن اصغر حجمه يكون بهذا الشكل. جيد، راح اجي اضغط كليك على وضع التصميم، واجي هنا مثلا اكتب سلام، مثلا ماكو طبعا الانجليزي، نكتب سلام. راح الاحظ انه الارشفة بشكل مباشر تتم، مثلا اكتب ساعي مباشرة، ممكن اكتب سا فقط تطلع لي ساعي وسائق. جيد، ممكن طبعا بهذه المنطقة من الصفحة الرئيسية ممكن طبعا نعطيها لون مثلا بهذا اللون، ونعطيها مثلا هذا الشكل، وطبعا ممكن نحددهن دمج وتوسيط، ممكن نعطيها توسيط افقي توسيط عمودي، ونكتب مثلا محرك البحث. جيد، طبعا ممكن شوي نوسع العمود او الصف عفوا بهذا الشكل، طبعا ممكن تكون توسيط افقي او لا بأس تكون بهذا الشكل، وطبعا نعطيها سبيس. جيد، الان راح اجي اكتب هنا مثلا ساعي بهذا الشكل. جيد، الان مثلا راح اجي اكتب محمد، راح الاحظ انه عملية البحث تظهر بشكل مباشر ودقيق ومفلتر. نتمنى تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.